السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في لاشين ديالي وفي الفيديو الثاني ديالي. اللي في الفيديو الاول اللي كنت وعدتكم انني غادي نشرح لكم كيفيه الربح مع اوريفلام. بالنسبه لاوريفلام عندنا جوج الانواع ديال الربح، كاين الربح المباشر والربح الغير مباشر. في هذا الفيديو ان شاء الله بقاو معايا، ما غنطولش عليكم، غادي نشرح لكم غير الربح المباشر. الربح المباشر هو اللي كنتعاملوا به، هو الكتالوج كنوريوه للناس، ما نحشموش من الكتالوج. هذه نصيحه كاع الناس اللي كيشاركوا في اوريفلام، ما يحشموش من الكتالوج. علاش؟ حيت الكتالوج هو الحانوت ديالنا، الا حليناه غادي نوريو كاع المنتوجات اللي عندنا، من ديال الرجلين حتى ديال الراس، غادي نوريو كل شيء. اما الا بقينا غير كنهضروا مع الكليانه ونقولوا لها هاد السلعه كاينه وهاد السلعه، يعني غتشوف حاجه وحاجه اخرى ما غاديش تشوفها. هذه من جهه. ندوزو نسبة الربح في اوريفلام. عندك على كل منتوج بعتيه 30%، 30%. نعطيكم امثلة، بالنسبة مثلا بعنا ريحة في الكتالوج كدير 175 درهم، غادي نجيبوها حنا 135 بسهم الشركة وغادي نربحو فيها 39 درهم. ندير واحد الاحصائيات، مثلا بعنا 10 روايح في الشهر، مع العلم ان الشهر فيه 39 يوم، حنا نديرو له مع العلم ان الشهر فيه 30 يوم، ناخذ هذاك لوبجيكتيف ديالنا اللي قلنا ديال 10 الروايح. مثلا 10 الروايح كيديروا 175 درهم، وحنا رابحين فيهم 39 درهم. نديروا تجربه كيف ما غتشوفوا في الشاشه، 39 في 10 هي 390 درهم اللي دخلت لينا الشركه. هذا واحد الخير كبير بالنسبه لنا، زائد هذاك البرودوي اللي غنبيعوا، كل برودوي عندنا فيه النقاط، كاين ابتداء من 2 نقاط، يعني اقل نقاط في البرودوي هما 2 نقاط، اللي كيوصل لعدد النقاط حتى ل 145 نقطة على حسب لارتيكل اللي غادي تبيعي او البرودوي اللي غادي تبيعي. يعني عندنا ارباح كبيرة بزاف، يعني علاش ما نستغلوهاش؟ بلوس اننا كنخدمو كي قلنا الوقت اللي بغينا، وبالليل بالنهار صباح عشية، الوقت على حسابنا حنايا كيفاش بغينا نخدمو. حتى واحد ما غادي يتحكم فينا يقولنا نوض باش تخدم او لا خدم لي هاد البياسه او لا هاد. انا كنخدم على حساب عقلي، شنو باغا نتعامل مع الكليه اللي انا باغا، يعني انا اللي كنختار كل شيء والميثود اللي بغيت انا ارتاح فيها. كاين دو ميثود كنخدمو بهم، يعني بالربح المباشر كاين عندنا الاونلاين اللي هو الفيسبوك الواتساب الانستغرام، عندنا ايضا الكتالوج اللي مباشرة، حيت كاين الناس اللي كيفهموا الكتالوج وكاين الناس اللي كيبغيو، يعني ما كتيقو، يعني ولو يشوفوا غير الصفحة ديالك كيشرو من عندك المنتوج. حنا كنخدمو على جوج د لي ميثود باش كنكسبو كتر وكتر. هذا من جهة. كاينين ارباح اخرى من غير هادو، حتى هما كيتماشاو على الربح المباشر، وهما كل كوموند كنجمعو على حسب اوريفلام شنو كديرنا في لوبجيكتيف ديالها. كاين من الشهر اللي كدينا 100 نقطة على الأقل، كاين الشهر اللي كدينا 125 نقطة، كاين الشهر اللي كدينا 175 نقطة. حنا كنخدمو على هاد لوبجيكتيف بما أننا حنا عبارة عن كونسلتون، يعني ماشي كليان، كنخدمو على هادوك النقط، هي كتباعو ونتشارو مع الناس، وكنحسبو كل برودوي شحال فيه من نقطة كيف ما كتشوفو على الشاشة الورقة ديال النقط. كذلك عندنا كي قلنا على النقط، فاش كنوصلوا لوبجيكتيف ديال اوريفلام كنربحوا كل شهر شنو كدير لنا اوريفلام في لوبجيكتيف ديالها. بحال هاد الشهر مثلا عطينا شهر اكتوبر، عطينا اوريفلام الى درنا 150 نقطه الاعضاء يعني كاملين جداد او القدام، كنربحوا جوج عطور جورداني بنات او جورداني ولاد كيف ما كتشوفوا في اعلى الشاشه. هذه من جهه. زائد عندنا ارباح اخرى كديرها لنا اوريفلام من غير هذا، يعني الا دفعت 10 الكوموندات فيهم 150 نقطه 150 نقطه غنستافد منها جوج عطور، واحد ب 49 درهم والثاني ب 9 دراهم، يعني واحد الاوفر لي سبيسيال غادي هاد الشهر غادي نزيد من المبيعات ديالي والارباح ديالي. هذه من جهه. كاين عروض اخرين كديرهم لنا اوريفلام الا سجلتي معاك الناس، كتربحي ايضا يعني كادوات، تقدري تربحي مكانات سيكان سناسل لي كاب لي كوفر لي، يعني عطا الله من ربح مع اوريفلام ما يعني، يعني كاين العديد العديد من الهدايا.
ان شاء الله كنوعدكم في الفيديو الثالث ديالي، غادي نوريكم لي كادو اللي ربحت مع اوريفلام ان شاء الله. ما تنساوش ديروا ابوني، ما تنساوش وديروا جيم، والتوفيق الجميع.